مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الصحافة. اليوم نتناول فيها بالقراءة والتحليل مجموعة من أهم الأخبار والعناوين الصادرة اليوم في الصحف والمجلات المصرية. وفي حلقة اليوم أصحبكم إلى هذه الجولة في العدد الجديد من جريدة اليوم السابع، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو للتحليل والتعليق على الأخبار الأستاذ عبد الحليم سالم، الكاتب الصحفي بالجريدة. أستاذ عبد الحليم، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. هنستهل جولتنا من الصفحة الرابعة لجريدة اليوم السابع ونطالع تقرير حول الحادث الإرهابي الذي ضرب وسط البلد صباح السبت وردود الأفعال تجاه تلك العملية الإرهابية. فنقرأ حول هذا الموضوع: السيارات المفخخة وصلت وسط البلد، سيارة مفخخة بربع طن TNT تدمر مبنى القنصلية الإيطالية بنفس طريقة حادث اغتيال النائب العام السيسي. الأحداث الإرهابية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ على مقدرات الشعوب. الرئيس لرئيس وزراء إيطاليا: نولي العناية لكل البعثات الدبلوماسية. وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا لن تخاف. السفارة الإيطالية تغلق الخدمات القنصلية عقب التفجير. وسامح شكري: مصر ستقضي على كل التنظيمات الإرهابية. أستاذ عبد الحليم، يعني ما هي الرسالة التي يحملها هذا التفجير؟ أعتقد أن الرسالة التي يحملها هذا التفجير هي رسالة موجهة في المقام الأول إلى بعض الدول الغربية وبعض الدول الحليفة وبعض الدول التي أيضا عرضت الإرهاب ووقفت بقوة، يعني كان لها موقف واضح. يعني أعتقد أن دولة مثل إيطاليا ودولة مثل فرنسا ودولة مثل ألمانيا أيضا كانت لها مواقف واضحة مع مصر ضد الإرهاب، عكس الموقف يعني اسمحيلي أنا أقول الموقع المايع الأمريكي تجاه ما يحدث في مصر من عمليات إرهابية. لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي تباحث مع رئيس الوزراء الإيطالي عبر اتصال هاتفي تداعيات هذه الأزمة، والرئيس أكد خلال هذا الاتصال أن مصر أمنة وأنه إمكانيات الدولة المصرية قادرة على حماية البعثات والوفود الدبلوماسية الموجودة في مصر. واعتقد انه تحرك المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخليه لزياره مبنى القنصليه ومتابعته وتقديم العزاء، اعتقد انه يعني رساله واضحه انه ليست هناك حاله خوف، ولكن يعني في حاله تربص للاسف القوى الظالميه تستخدمها. عايز اقول لحضرتك انه ملابسات هذا الحادث سياره سبرانزا ملاك السويس، واعتقد ربما غدا او بعد غد هيقول لك ان السياره دي مسروقه، لانه اغلب العمليات اللي بتقوم بها هذه التنظيمات الارهابيه بتكون سيارات مصر، وبعدين بيجيبوا كمان سياره يعني ممكن من السهل السياره الاسبرانزا من نوع السيارات اللي هي ايه ما يحدث داخلها انفجار من السهل جدا انه يسمع في الخارج، يعني لان سياره غير 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 قويه يعني باحكام. وبالتالي هو نفس السياره بالمناسبه اللي كانت استخدمت في اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام، هي ايضا نفس النوع من هذه السياره، والفرق بين الحادثين 13 يوم فقط. السيارة كان محملة ب 200 طن متفجرات TNT، وعايز اقول لحضرتك انه الانفجار رغم انه الحمد لله الاثار بتاعته كانت محدودة، احنا بنتكلم عن شهيد واحد بائع متجول وبنتكلم عن 10 مصابين، واضراره المادية ايضا الحمد لله محدودة، يعني بنتكلم عن حوالي 15 بيت وست سبع محال تجارية كانت موجودة، بالاضافة ايضا الى زجاج نقابة الصحفيين اللي تهشم، وبالتالي النقابة اجلت ثلاث فعاليات كان المفروض النهاردة تحصل. عايز اقول لحضرتك انه هذا الحادث يعطي مزيدا من التماسك للشعب المصري واصرارا على ضرورة محاربة هذا الارهاب. وعايز اكد لحضرتك تاني انه الخارجية الايطالية كانت واعية لهذا الامر وقالت ان احنا المقصودين من هذا الحادث وان احنا سوف نواصل تدعيم مصر في الفترة القادمة، وطمأنوا ايضا الجانب المصري على انه السياحة الايطالية وهي تعتبر تاني او ثالث سياحة من حيث اعداد السياح في مصر انه لن تتأثر هذه السياحة بصفة مباشرة. بالنسبة لتعليق القنصلية لخدماتها، اعتقد انه بنتكلم عن خمس او ست ايام لما الامور تهدى نوعا ما، ثم ستواصل القنصلية الايطالية خدماتها للمصريين في الفترة القادمة مرة اخرى. الرسالة واضحة، لكن ان شاء الله الشعب المصري كله متماسك وضد الارهاب، ونحن وراء قواتنا المسلحة حتى يتم القضاء على هذا الارهاب نهائيا باذن الله. ننتقل إلى الصفحة الأولى من جريدة اليوم السابع ونطالع تقرير حول قانون الإرهاب وبحث بعض التعديلات، ونقرأ حول هذا الموضوع: اتجاه لاستبدال الحبس في قانون الإرهاب بغرامة، اجتماع مصغر لمحلب مع وزيري العدل والعدالة الانتقالية لبحث التعديلات. أستاذ عبد الحليم، يعني بإلغاء الحبس هل تكون الحكومة استجابت بذلك لنقابة الصحفيين؟ أنا أعتقد نوعا ما، يعني أنا عايز أقول أنه منذ متى الإعلام هو مصدر للإرهاب؟ أو منذ متى الإعلام
يعد يعني بالعكس، هو الإعلام مجرد ناقل للصورة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محاولات يعني التضييق على وسائل الإعلام هي الحل من أجل قانون الإرهاب. ما القانون الإرهاب وما وسائل الإعلام؟ أنا بقول أنه في الأساس لابد أن يكون لدينا لدى الحكومة شفافية في تداول المعلومات. ما هو إحنا لو عندنا قانون تداول معلومات من الأساس، ما أعتقدش أن إحنا كنا هنكون محتاجين للمادة 33 اللي موجودة في قانون الإرهاب، اللي هي بتجرم نشر أخبار خاطئة وحبس الصحفي لمدة سنتين يمكن قابلة للزيادة. ده طبعا رد على ما يعني أشارت إليه مواد الدستور. إحنا عندنا الدستور واضح أنه لا حبس في قضايا النشر، خاصة أنه أغلب وسائل الإعلام المصرية تحديدا إذا أخطأت الخطأ ما بيكونش مقصود أو بيكون متعمد، وربما تنجر بعض الوسائل الإعلام نظرا للصراع الإعلامي الكثير إلى ما تنشره بعض الوكالات الأجنبية، وده زي اللي حصل في سيناء مؤخرا. ولكن هذا أثر بشكل كبير على معنويات المواطنين. أثر بشكل كبير لأنه الوكالات الأجنبية اتكلمت عن من 64 ل 72 شهيد، في أنه الحقيقة بنتكلم عن 18 أو 19 شهيد، فكان المسألة مسألة كارثية. لكن أنا طبعا بطالب الحكومة بأنه لابد أن يتم تعديل هذه المواد، وألا يتم حبس الصحفيين، وألا نعود إلى الوراء مرة أخرى. احنا بنتكلم عن حرية، بنتكلم عن ثورتين حصلوا في البلد، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه أي مواطن يقبل أو أي صحفي يقبل أنه يتم حبس الصحفيين مرة أخرى. لكن زي ما وزير العدل سبق وأعلن، قال كان من المفترض أنه اللجنة التشريعية جلست مع نقابة الصحفيين قبل صدور هذا القانون. أعتقد إن شاء الله أنه في الفترة القادمة سوف يتم تلافي هذه الملاحظات، وسوف يتم إعادة تغيير هذه المادة مرة أخرى حتى لا تتعارض مع حرية الرأي. تمام، ننتقل إلى الصفحة السادسة من جريدة اليوم السابع، ونطالع تقرير حول جهود الدولة في إسقاط أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن المصري والضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية. فنقرأ حول هذا الموضوع تفاصيل سقوط أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي. الجيش في بيان رسمي: الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية شديدة الخطورة تضم 3 مجموعات، وعناصر الخلية تلقت تدريباتها على يد تنظيم بيت المقدس بسوريا وتديرها قيادات إخوانية هاربة في تركيا. والتحقيقات الخلية خططت لاستهداف منشآت حيوية واغتيال شخصيات هامة باستخدام التفجير عن بعد. يعني إلى أي مدى تعتبر الضربات الاستباقية تطورا في الأداء الأمني الآن؟ يعني أنا عايز أقول بس أولا، بما إن الأخبار اللي احنا بدأناها من أول البرنامج كلها أخبار إرهاب، عايز أضيف بس نقطة أنه الحكومة بتفكر أنه تحدد غرامة من 400 ل 500 ألف جنيه غرامة النشر الخطأ أو نشر معلومات تهدد الأمن القومي المصري أو تمس الأمن القومي المصري. نرجع بقى للموضوع الثاني. أعتقد أن القوات المسلحة نجحت بشكل رائع في ضبط هذه الخلية، وبالمناسبة المسألة ما كانش سهلة، لأنه احنا بنتكلم عن خلية مكونة من 3 مجموعات. يعني هي خلية عنقودية، عندها الأول في مجموعة لجمع المعلومات، وعندها مجموعة تانية لتصنيع المتفجرات، وعندها مجموعة تالتة للتنفيذ. يعني زي ما السيارة المفخخة اللي انفجرت قدام القنصلية الإيطالية انفجرت بريموت كنترول، يعني في واحد قاعد في مكان محدد وفي لحظة معينة داس على الريموت أو بشريحة موبايل فانفجرت السيارة. المجموعة الأولانية مجموعة جمع المعلومات دي طبعا فيها مجموعة من خبراء اللي بيدخلوا طبعا على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى مواقع الانترنت، وبيجمع معلوماته عن تحركات رجال الجيش، تحركات رجال الشرطة، تحركات بعض رجال القضاء والوزراء. دي بتكون مادة عندهم بحيث انه احنا الاسبوع اللي جاي هننفذ عملية ارهابية ضد الوزير الفلاني، فيكونوا عارفين المعلومات. المجموعة التانية هي مجموعة فيها مجموعة من الخبراء المختصين في تصنيع المتفجرات. يعني عايز اقول لحضرتك انه كمان عندهم تقنيات، ويعني السياره اللي كان فيها استشهد النائب العام العبوه المتفجره، او السياره اللي كان مليانه يمكن بمتفجرات نص طن متفجرات، بقول لك يعني متفجرات ومواد سامه لاول مره تستخدم. هذه بتحتاج الى خبراء، ويعني وهؤلاء الخبراء طبعا تلقوا تدريبات في سوريا من خلال التنظيمات الارهابيه الموجوده هناك، وتلقوا دعم لوجستي ودعم مادي من تركيا من مجموعه من الافراد الموجودين في تركيا، وبحسب المعلومات هم محسوبون على جماعه الاخوان. القوات المسلحه بالاضافه الى عدد من الاجهزه الامنيه نجحت في ضبط هذا التشكيل. احنا بنقول التشكيل العنقودي بعناصره الثلاثه، واعتقد انه ده ضربه قويه جدا، لانه كمان هي لاحظت انه مع التشكيل ده
مجموعة من الخرائط ومجموعة من المعلومات وخطوط سير للوزراء وخطوط سير لبعض رجال القضاء. يعني إذن المسألة هم كانوا عايزين يعملوا سلسلة من المتفجرات أو سلسلة من التفجيرات في الفترة القادمة في مصر، في محاولة لتدمير الاقتصاد، في محاولة لعرقلة المسيرة، في محاولة أيضا لوقت. احنا بنتكلم عن مجلس نواب والرئيس أقر قانون الدوائر الجديد اللي كان في نهاية عن الأزمة. طبعا الرئيس مصر على ضرورة أن يكون في مجلس نواب لأنه الراجل مش هيشيل الشيلة لوحده. بالتالي هذه الجماعات عايزة تخلي الرئيس فقط اللي في الصورة، عايزة تعرقل أي محاولة لاستقرار وتنمية البلد. أنا بحيي القوات المسلحة في الحقيقة على هذا الجهد الرائع لضبط هذه الخلية، وبنقول ربنا يوفقهم كمان في حربهم القادمة ضد الإرهاب سواء في مصر أو تحديدا في محافظة شمال سيناء. وربما يكون القبض على هذه الخلية من خلال كلام حضرتك يمنع الكثير أكيد من العمليات أكيد التي أكيد كانت متوقعة. ننتقل إلى الصفحة الثامنة من جريدة اليوم السابع، ونطالع هذه المرة تقرير حول مشروع جديد وهو خاص بالطرق. فنطالع وزير النقل للشركات المنفذة للطريق الدائري موعدنا 6 أغسطس، ولو ما نفذناش في الميعاد المصريون هيدعوا عليكم. تكليف رئيس هيئة الطرق والكباري بتوفير وسائل الإضاءة للشركات للعمل بالطريق طوال 24 ساعة. من الواضح بالطبع أن هناك سباقا مع الزمن لإنجاز هذا المشروع، كيف قرأت ذلك من خلال هذا الخبر؟ طبعا أنا عايز أقول أنه تحديدا 6/8 الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أنه احنا عندنا مشروع عملاق اللي هو مشروع قناة السويس. إن شاء الله المشروع ده هيفتتح يوم 6/8، وده هيكون حدث تاريخي، حدث مهم جدا للعالم. بنتكلم عن 6.5 مليار دولار إيرادات لمصر، بنتكلم عن زيادة في حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس 5 أو 6%. تزامنا مع هذا المشروع في مشروع الطرق، بنتكلم عن 6000 كيلو متر من الطرق الجديدة. هذا المشروع أنا عايز أقول لحضرتك بالمناسبة ألمانيا في بعد الحرب العالمية الثانية وكان منهارة، أما بدأت التنمية بالطرق، لأن الطرق بتخلق مجتمعات عمرانية جنبها. صحيح. بيشوق الطريق بتلاقي المصريين رشقوا جنب الطريق إزاي ما تعرفيش. صحيح. احنا طبعا الوزير من خلال طبعا المتابعة زار طريق وادي النطرون للعالمين، ويعني أعتقد أن الوزير شاف أنه العمل فيه نوع من التراخي نوعا ما، ربما يمكن عشان شهر رمضان. فطبعا حذر الشركات التي تتولى هذا الطريق، وهي بعضها شركات حكومية وبعضها شركات خاصة، وقال انه مفروض في 6 اغسطس ينتهي هذا المشروع، لانه هذا المشروع بيأتي تزامنا مع عدد من المشاريع وعدد من اهمها على الاطلاق ازدواج طريق القاهرة بورسعيد، وده مشروع عملاق جدا. الطريق النهاردة بقى 6 حارات ووصل حاليا لمنتصف محافظة الاسماعيلية. بنتكلم عن مشروع قومي مهم جدا في الفترة اللي جاية. انا بتمنى طبعا ان كل الجهات التنفيذية تسارع بإنهاء كل الملفات الموجودة عندها، علشان إن شاء الله يكون يوم 6/8 ليس فقط افتتاح مشروع قناة السويس، ولكن يكون أيضا افتتاح المشروع القومي للطرق في جمهورية مصر العربية. صحيح. ما زلنا في الصفحة الثامنة من جريدة اليوم السابع، ونطلع أيضا حول مشروع في مجال الزراعة، ونقرأ وزير الزراعة: التعاون الزراعي المصري السوداني سيكون نموذجا لخدمة الاقتصاد القومي للبلدين، إعادة هيكلة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي. كيف يمكن تفعيل التكامل الاقتصادي بين أبناء وادي النيل لخدمة مصالح الشعبين؟ والله احنا عايز أقول لحضرتك أنه مصر من بعد عبد الناصر فقدت وادي النيل وفقدت أفريقيا، بعد ما احنا كنا في قلب أفريقيا وكان لكل مصري مكانة كبيرة جدا في أفريقيا. بالعصور اللي بعد كده طبعا، سواء كان عصر مبارك أو عصر السادات، المسألة طبعا تدهورت العلاقات مع أفريقيا. وأفريقيا دي كنز. عايز أقول لحضرتك رقم واحد فقط، أنه حجم استثمارات الصين في أفريقيا تزيد عن 120 مليار دولار. لو اتكلمت عن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا لا تزيد عن 1 مليار دولار. ده رقم طبعا هزيل جدا جدا جدا. أعتقد أنه نظرا لأهمية العلاقة بين مصر والسودان، النهاردة المهندس إبراهيم محلب، امبارح المهندس إبراهيم محلب التقى طبعا أيضا وزير الزراعة السوداني، وانتقى الحاكم ولاية الخرطوم، والتقى بعدد من المسؤولين السودانيين بعد عقد الجمعية العامة للشركة المصرية السودانية. ودي شركة بتمتلك، شركة مصرية سودانية برأس مال مصري سوداني، بتمتلك 100,000 فدان في السودان، تم زراعة 20,000 فدان منها. الحكومة المصرية بدأت تعي أهمية أفريقيا. كمان عايز اقول لحضرتك انه في ابريل الماضي رئيس الوزراء افتتح ميناء قسطل وميناء أرقين، بغض النظر عن بعض التقارير اللي صدرت، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بيتكلم عن 55 مليون جنيه مخالفات في بناء ميناء قسطل. بغض النظر عن كل ده، احنا محتاجين ان احنا نتعمق
بجد في افريقيا، لانه افريقيا كنز ومصر هي اول افريقيا وهي قلب افريقيا. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا الحكومه المفروض تمشي مع وادي النيل، تنزل الى الجنوب مع وادي النيل وتعيد العلاقات مره اخرى، ليس السودان فقط، ليس السودان جميع فقط دول. انا بتكلم هي ازمه اثيوبيا وازمه سد النهضه حصلت نتيجه ايه؟ نتيجه القطيعه اللي حصلت بين النظام المصري السابق وبين اثيوبيا، وبالتالي النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا الحكومه هناك مفاوضات علشان موضوع سد النهضه. احنا نتمنى انه يتحل في الفتره القادمه، لانه لا مساس على الاطلاق ولن يسمح احد بالمساس بحصه مياه النيل. انا بطالب الحكومه المصريه انها تزيد علاقتها مع افريقيا، خاصه ان احنا بنتكلم عن ثلاث تحالفات، سواء تحالف السداك او الكوميسا او تحالف اتحاد شرق افريقيا، الثلاثه تم دمجهم في اتحاد واحد نتكلم عنها. انا بتمنى ان شاء الله ان يكون في استثمارات مصريه 50 مليار دولار في افريقيا. بنتمنى نجذب الاستثمارات لافريقيا لمصر، ننقل الخبرات المصريه زي ما كان عندنا بعض الجامعات المصريه في افريقيا، نعيد مره اخرى الدور المصري الى افريقيا، لانه مش معقوله نسيب دوله زي الصين في اخر الدنيا تيجي تاخد خير افريقيا واحنا قاعدين نتفرج. ده طبعا كلام مش معقول. اتمنى في الفتره القادمه من الحكومه ان تعي ذلك، خاصه عايز افكرك انه الرئيس اول ما تولى الرئاسه عبد الفتاح السيسي راح زار دول افريقيا، لانه يدرك هذا الدور الهام وهذا الدور الحيوي. طيب يعني ايه غير مجال الزراعه ممكن التعاون فيه مع دول افريقيا؟ عايز اقول لحضرتك اقل حاجه، احنا عندنا ازمه في اللحوم، مش عايز طبعا اقول رقم، اسعار اللحوم بتباع النهارده يعني دي مرتفعه جدا. ليه ما يكونش ما نعمل منطقه حره مثلا بين مصر والسودان وتستقبل رؤوس الاغنام والجمال والابقار اللي موجوده من افريقيا ببلاش، ويتم ذبحها ونقلها بالنقل النهري الرخيص جدا الى القاهره والى المحافظات. ليه ما يتمش الاستفاده من افريقيا؟ احنا بنتكلم افريقيا فيها معادن غير محدوده. صحيح. انا عايز اقول انه كمان الحكومه المصريه في الفتره اللي جايه بدات نوعا ما عملت منطقه حره مصريه في اثيوبيا، بدات الى حد ما تنظر الى، احنا بنتكلم عن معادن، بنتكلم عن خامات، بنتكلم عن اخشاب، بنتكلم عن بترول موجود في افريقيا بكميات كبيره جدا. لابد ان يكون التعاون ده بيننا وبين افريقيا بهذا الشكل. طبعا هذا التعاون لازم يكون العلاقات بين الدول اساسا قائمه على المنفعه مش قائمه على الحب. اذا المنفعه لابد ان تكون منفعه متبادله. صحيح. افتح استغل افريقيا وانقل لها التكنولوجيا اللي موجوده عندي. انا بتكلم عن 1.6 مليار نسمه في افريقيا، انا مفروض ان انا اكون الدوله رقم واحد اللي بتصدر لافريقيا صادرات، علشان الاقتصاد المصري اللي احنا بنفكر انه ان شاء الله السنه الجايه نسبه النمو تبقى 4%، في حين انه علشان البلد تنهض لازم تتخطى نسبه النمو 10%. عايز اقول لحضرتك انه نسبه النمو في الصين احيانا بتتخطى 13%. احنا محتاجين افريقيا بشده في الفتره القادمه، محتاجين ان احنا ننفتح على افريقيا، نرحب اهلا وسهلا نجيب الطلاب الافارقه يدرسوا، نجيب العلماء الافارقه، نجيب الوزراء اللي موجودين في افريقيا، يبقى في نوع من الاندماج، نوع من التبادل التجاري بشكل افضل القائم على العلاقات وعلى الاحترام المتبادل، عشان نحافظ على امننا القومي. افريقيا تمثل امن قومي لمصر، وفي نفس الوقت نستفيد من ثروات هذه القاره. صحيح. نتمنى بالطبع المزيد من التعاون مع كافه دول افريقيا. نعود مره اخرى للصفحه السادسه من جريده اليوم السابع، ونطالع تقرير حول الاوضاع في سيناء والنازحين من الشيخ زويد، ونقرا حول هذا الموضوع: فتح معسكر شباب واستراحات مار الهجن بالعريش أمام النازحين من الشيخ زويد، التضامن تسجل أكثر من 1000 حالة ومطالب بفتح الشقق المغلقة. أستاذ عبد الحليم، كيف يمكن تضافر الجهود الحكومية والشعبية لتخفيف الآثار المترتبة على العمليات العسكرية في المناطق المأهولة في سيناء؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه للأسف مردود محافظة شمال سيناء مردود ضعيف جدا. يعني أنت النهاردة عندك عمليات عسكرية وعندك إرهاب وعندك استهداف لبعض الجنود وعندك حالة ترابص موجودة في المحافظة وعندك آلاف الأسر النازحة، مفروض أنت كمحافظة تعمل إيه؟ أنا عايز أفكر بس المحافظة بموقف واحد، لما حصل أنه الحجاج الفلسطينيين كان معبر رفح مقفول، فعملوا خيام أكتر من 7000 خيمة إيواء لهؤلاء. فين خيام الإيواء اللي اتعملت؟ ما اتعملتش. فين مقابلة الناس النازحة؟ عايز أقول لحضرتك تخيلي لما تكون أنت سايبة بيتك. هنا تتحدث عن آلاف الحالات، تقصد أن هذا هو الرقم المسجل؟ الألف ده رقم مسجل، أنا بتكلم عن 5 أو 6 آلاف أسرة نازحة. بعض الأسر طبعا لها قرايب سكنت عندها، بعض الأسر اتجهت لمحافظات أخرى مثل أقرب محافظة هي محافظة الإسماعيلية، بعض الأسر اتجهت إلى أقاربهم في منطقة بئر العبد، لكن أنا بتكلم عن الأسهل. ولكن تعداد المدينة يعني أليست هي مدينة صغيرة ليست بها؟ لا بالعكس، احنا بنتكلم، لا طبعا احنا بنتكلم عن 59 ألف نسمة، مدينة الشيخ زويد فقط 59 ألف نسمة.
مدينة رفح عدد سكانها يصل إلى 50,000 نسمة. الناس اللي هربت هربت من منطقة العمليات فقط لا غير، إنما مدينة الشيخ زويد لسه قائمة. الناس دي اللي هي في مناطق القرى اللي هي اللي فيها العمليات. بالتالي أنا بطالب المحافظة فورا وبدون تباطؤ، نمرة واحد، أفتح كل الشاليهات المقفولة بتاع الخاصة بالشركات والخاصة بالحكومة لهؤلاء الناس. نمرة اتنين، الشقق اللواء اللي موجودة عندي اللي مقفولة تتفتح، الشقق اللي هي اتعملت وما تسكنتش تتفتح، أعمل مخيمات، أعمل مجتمعات عمرانية لاستقبال هؤلاء الناس النازحين من مناطق الحرب الفارين والناجين بحياتهم. نمرة واحد، علشان أنا أساعد القوات المسلحة إن هي تواصل العمليات ولا يتم استهداف أبرياء ومدنيين. نمرة اتنين، على الأقل أقول للناس دي أنا معاكم. أنا كمحافظ شمال سيناء وأنا بوجه كلام اللي هو السيد عبد الفتاح الحور، وهو كان راجل بيخدم قبل كده في حرس الحدود، بقول له لازم تتحرك علشان الناس دي، والتحرك يكون إيجابي. الشيء الأحزن أنه أول من تحرك لنجدة هؤلاء الناس كان هم الأهالي، مش وليست محافظة شمال سيناء وليست الحكومة. أنا بقول لا، لابد أن تضع الحكومة في أولوياتها. والرئيس بالمناسبة لما كان في شمال سيناء طلب صراحة، وأيضا المهندس إبراهيم محلب، أن يتم توفير كل الدعم لأهالي شمال سيناء، وقال إحنا عارفين أن أهالي شمال سيناء بيتعبوا وبيضحوا معانا، لكن فين بقى المردود؟ ما فيش للأسف مردود. في الكيلو 19.5 في مضمار الهجن في منطقة صحراء، طب هيتروح لهم المياه إزاي؟ أو في تجمعات الميدان وفي بعض التجمعات اللي موجودة في الصحراء، ما فيش مقاومات الحياة. لابد أن يتم عمل خيم إيواء لهؤلاء الناس، يتم متابعتهم. الشؤون الاجتماعية مش تستنى لما الأسر تروح تسجل نفسها علشان تديها دعم، لا طبعا، لابد أن تكون هناك قوافل من الشؤون الاجتماعية تستقبل هؤلاء الناس الذين فروا من منطقة المعارك نجاة بأنفسهم وبحياتهم. أعتقد إحنا محتاجين استراتيجية جديدة في محافظة شمال سيناء. محتاجين أيضا إزاي نتعامل مع الأزمة، إزاي نتعامل مع الكوارث. ده مش موجود للأسف. هذه الكارثة أو ما يحدث في الشيخ زويد وفي رفح من معاناة للأهالي هي معاناة قاسية بكل المقاييس، وأعتقد لابد أن كل مسؤول يتحمل مسؤولياته في هذا الأمر. وأتمنى إن شاء الله أنه خلال الثلاث أربع أيام الخمس أيام قبل العيد القادم يكون لهؤلاء الناس مسكن مناسب، يكون عندهم مقومات الحياة الموجودة، ونقول لهم يا جماعة إحنا متأسفين، ده إن شاء الله وقت محدود، والقوات المسلحة بإذن الله سوف تنتصر على هذا الإرهاب، وسوف تعود الحياة بإذن الله مرة أخرى إلى رفح والشيخ زويد أفضل مما كانت بعد تعميرها إن شاء الله. نتمنى ذلك بالطبع. وبهذا الملف الهام نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في العدد الجديد من جريدة اليوم السابع. نشكر ضيف هذه الحلقة أستاذ عبد الحليم سالم الكاتب الصحفي بالجريدة. شكرا أستاذ عبد الحليم. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن متابعتكم، وغدا جولة صحفية جديدة وفريق عمل جديد، فانتظرونا. إلى اللقاء.